على بيراميدز اكتر من فيوتشر كابتن فضل، خاصه ان الكابتن عبد الظاهر السقا في تصريحه بالامس او اول امس قال ان بيراميدز مش مطالب، عفوا فيوتشر مش مطالب بالمنافسه على الدوري المصري الممتاز، لكن بيراميدز حتى الان هو مطالب بالحصول على هذه البطوله. كابتن عبد الظاهر ذكي بيرفع الضغوط. طبعا ذكي جدا، هي ماين جيم. فانا بقى يعني بقول لك ببتدي ابص على المنافس او المنافس المباراه يعني، فابتدي اصدر له الضغوط، فاقول احنا مش مطالبين ان احنا ناخد بطوله، وبيرفع الضغوط عن فرقته وبيصدرها البيراميدز. ده ذكاء، ذكاء طبعا بخبرات كابتن عبد الظاهر. فكره فيوتشر، انا هرجع للبيراميدز بس سريعا كده، فكره فيوتشر فكره عجباني ان انت جبت لعيبه كتير جدا يا تامر، ما اخترتش من كل نادي لعيب، انت كنت بتجيب اتنين يعني اتنين تلاته من كل نادي عشان موضوع الاندماج او موضوع الكيمستري، ان يبقى بسرعه يتاقلموا. ان انت كل ما تيجي تعمل فرقه اول سبع تمن مباريات مدير فني مع لعيبه جداد بتاخد فتره عقبال ما كله بيعرف امكانيات بعض. لكن انت جبت علي ماهر، فعلي ماهر جاب احمد رفعت، جاب عمر كمال، اختار لعيبه كل معظمهم عارفهم. دايما لما انت بتجيب لعيب، ناصر ماهر مثلا كان في الناشئين يعني، حتى كان مع علي ماهر شافه مكان ماسك في الولايه الاولى في الاهلي، يعني هو عارف اللعيبه على طول كلهم، فقدر ان هو يقدر فيوتشر نشوف اداء جيد، فرقه منظمه، فرقه جيده جدا. ده فيوتشر. بيراميدز السنه دي مختلف. الاول كان اي مشكله بتتصدر للعيبه، انت جبت نجم ايهاب جلال، فايهاب جلال دلوقتي المشكله بقت بتعدي على ايهاب جلال وما بتروحش للعيبه، ومفيش مشاكل دلوقتي، فباين ان الفريق اكثر استقرارا، السكواد بتاعه محترم جدا، امكانيات الماديه كويسه جدا، كان على طول دايما في قيل وقال في بيراميدز. السنه دي لا، موضوع مختلف، فهتلاقي قافل على نفسه، هتلاقي الاداء مختلف، النتائج مختلفه. هتقول لي هم مطالب ببطوله، طبعا هم مطالبين ببطوله جدا، واكثر فرقه، ان الاهلي بيلعب بالناشئين، الزمالك بيلعب بالناشئين، ومدينا انطباع ان لسه تدريجيا مش عاوزين البطوله يعني، مش رايحين. هو طبعا هيحسب على الاهلي وعلى الزمالك، لكن بيراميدز فول سكواد. في غايب عندهم ابراهيم عادل، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، ثلاثه مهمين جدا، ولكن انت عندك السكواد كله جامد يا تامر. صحيح. فبتهيألي ان عبد الظاهر ذكي جدا، وبتهيألي ان بيراميدز هو اكتر فرقه عليها ضغوطات ان هي تكسب او تنافس على كاس الرابطه، خصوصا ان دي بطوله فيرجن يحق لاي فرقه ان هو يبقى عاوز يكسبها وتضاف لتاريخه. نعم. وخسران اول مباراه من الاتحاد. صحيح. فدي هتتصدر طبعا ضغوطات اكتر. نعم.